بيقول واحد من الصوفيين: لا تصلح المحبة بين اثنين حتى يقول أحدهما للآخر يا أنا يا أنا يا أنا يا أنا يا أنا. أنا وياك صرنا القصص الغريبة. يا أنا يا أنا أنا وياك وانسرت ما كتيبة وعرفوا إنك حبيبة وعرفوا إنك حبيبة. هرب السر هربت على ايد الزينة واذا ضيعني الهوس صار في قلبك بتلاقيني. وخبيني لك خبيني وخبيني لك خبيني.